اول حاجه انا عايز اشكرك انك ما مشيتيش، وتاني حاجه عايزك تبقى لي مني دي. خالد، خالد ما كانش لازم تتعب نفسك. انا مش عايزك تقولي اي حاجه، عايزك تسيبيني اعبر عن مشاعري بس. مفيش بس، انا مش طالب منك حاجه على فكره، مش طالب منك انك تحبيني ولا عايزك تفكري في اي حاجه خالص. عايزك تسيبيني اعبر عن مشاعري واللي حصل يحصل. ممكن واو ايه ده؟ انتوا ابتديتوا من بدري؟ ثانية واحدة عشان الاندماج بس. خد راحتك عادي، كاني مش موجوده، كاني ولا الهوا. اصل انا بحب اتفرج على الحاجات اللي من النوع ده قوي، كاني بتفرج على فيلم اجنبي بالظبط. روي اطلعي بره. بره ايه يا حبيبي؟ بره الشركه ولا بره حياتك؟ ايه يبا انت رايحه فين يا قطه؟ ده احنا داخلين على التقيل، داخلين على مشهد البوسه. اقولك عندي روج هايل ما بيسيبش اثر، هينفعك. انت قلت الذوق على فكره، مش احسن ما بقلت الادب على فكره. معاكي حق، كان المفروض اخبط قبل ما ادخل على جوزي وهو بيتسهوك على عشيقته. ايوه ادخل عليهم فجاه كده. انت قللت الادب وما تربيتيش، ولسانك ده لازم يتقطع. اسم الله على المؤدب الكمل. واللي انا شفته ده تسميه ايه؟ بقول لك ايه، فكك مني. يعني ايه فكك مني؟ هو انا مش مراتك ولا ايه؟ ولا ناوي تطلقني؟ يصدق الكلام اللي بتقوليه ده؟ اللي بيني وبينك كان ورقه. انا وانتي اكتر اتنين عارفين ان جوازنا ده كان غلطه. عارفه يا حبيبي انه كان غلطه، دي كانت وكسه. بس انت بقى من حقك انك تصلح الغلطه وتتسهوك وتحب وتتجوز مره واتنين وتلاته وانا على ذمتك. لكن انا اعمل ايه؟ اعض في الارض ولا ارضى بالامر الواقع ولا اعمل زيك؟ صحيح يا خلود، هو انت لو دخلت عليا لقيتني بعمل زيك هتعمل لي ايه؟ حيوان! انا فكرت كتير قوي وقررت ان انا همشي. تمشي ازاي؟ وانا مش هينفع اقعد بعد اللي انا شفته ده. انا بصراحة قلقت جدا ومش فاهمة اي حاجة. طب ولو قلت لك اني محتاج لجنبي؟ خالد، خالد عشان خاطري سيبني اعمل اللي انا عايزاه واللي انا شايفاه صح. وانا مش هسيبك تمشي. مش هتسيبني امشي؟ ايه هتمنعني بالقوه؟ ولا هتحطني في مستشفى المجانين زي ما عملتوا مع خالد راويه؟ ام سوري يا خالد، انا مش قصدي، بس انا توترت جدا. أنا كنت خلاص خدت قرار إن أنا هقعد هنا، وكنت قلت لبابا يرتب أمور الولاد كلها علشان يجوا يستقروا هنا، بس بعد اللي أنا شفته ده لا، قلقانة طبعاً، قلقانة جداً وخايفة. لو سمحتي ما تمشيش. أنا أول مرة في حياتي أحس إني محتاج لحد، والحد ده هو أنتِ. أنا مش عايزك تقولي حاجة، مش عايزك تقولي إنك بتحبيني ولا إن أنت بتقربي مني، مش عايز كل ده. أنا عايزك بس تفضلي جنبي، بالذات في الفترة اللي احنا فيها دي. اعتبري نفسك بتعملي جميلة، بتعملي جميلة في واحد عمره في حياته ما حس إن في أي حد في الدنيا بيحبه. خالد انت فعلا قريب من قلبي. انا لو كنت قابلتك من زمان ما كنتش هسيبك ابدا. بجد؟ طب اقول لك على حاجه وتصدقني؟ قولي. انا صحيح خدت قرار ان انا امشي علشان خايفه وقلقانه من المعداوي، بس مش هو ده السبب الوحيد.
انا عايزه امشي عشان ما اتعلقش بيك اكتر من كده. وليه مش عايزه تتعلقي بيا؟ علشان مش مستوعبه فكره ان انا اتجوزك. في حاجز جوايا مش مستوعبه ازاي ان انا اكون معاك وانا كنت متجوزه اخوك وكمان حاسه بالذنب ناحيه راوي. انسي ده كله، انا عارف ان الكلام ده كله من ورا قلبك. انت هتقعدي يا صوفيا مش كده؟ ايوه. ليلى والله العظيم وحشتيني. عامله ايه؟ الحمد لله، كان قلبي حاسس انك هتزوريني. لا يا شيخه، ولما انا وحشاكي قوي كده ليه ما زورتنيش مع نجوى؟ انا اصلا ما كنتش موافقه ان نجوى تزورك. ايه دليل الهبل ده؟ احنا ما نشرفكيش يا ليلى، وبعدين خفت عليكي من الراجل اللي انت قاعده عنده يطردنا. يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهمه. زي ما بقولك كده والله، عايزه ايه من نجوى جامعه الدول وشيماء موس؟ انا لو منه كنت رميتكم في الشارع. ريت سيبك من الكلام العبيط اللي انت بتقوليه ده. وانت عامله ايه؟ امك عامله ايه؟ امي عايشه حياتها 100 فل و14، وانا الحمد لله كله تمام. مش زعلانه؟ انا لا طبعا هزعل ليه، طالما بعيد عنهم ابقى زي الفل. عارفه الاوضه اللي انا عايشه فيها ديت بالنسبه لي جنه من غيرهم. والله يا شيماء انت الوحيده اللي لما بتكلم معاكي بحس ان الدنيا حلوه قوي. طب ما الدنيا حلوه يا ليلى، انت فاكره يعني عشان دخلت السجن وخدت فيه كام شهر يبقى خلاص الدنيا سودت في وشي واتقفلت؟ لا طبعا، انا دخلت السجن خدت جزائي خرجت منه زي الفل. والله انت جدعه وربنا يكرمك. قولي لي تشربي ايه؟ اشرب ايه؟ نفسي في كوبايه شاي. عندك؟ لا انا كنت بعمل ليمون. تشربي معايا بقى. ماشي، ليمون ليمون. لسه جايبه الخلاط ده امبارح. ده خلاط خلاط، ما بتهزريش. قولي لي ابنك عامل ايه؟ ابني كويس، هو هيعمل ايه يعني؟ الحمد لله على كل حاجه. نجوى بتقولي انك رحت لجده. وكان هيموتني. روحي له تاني. هروح له تاني ايه؟ دي نجوى لما عرفت هبت فيها هبه. نجوى دي شمال، واقول لك كده في وشها. روحي له مره واثنين وثلاثه، اكيد في يوم قلبه هيحن. لا اخاف يا شيماء قوي. انا قلت لك اللي عندي يا ليلى. استنى، ايدك ليمون حلو قوي. هو في حد بيعرف يعمل ليمون زيي؟ وين شغاله فين دلوقتي؟ شغاله عند ناس محترمه قوي. شغاله. طب انت مرتاحه؟ الحمد لله، شغلانه شريفه، وبعدين انا مش محتاجه حاجه من حد، واللي مش عاجبه بقى يخبط دماغه في الحيط. عندك حق. استني كده اشوف مين بيتصل. الو، ازيك يا استاذ عماد؟ لا انا مش في البيت، في حاجه؟ مدام ايمان؟ مستشفت ايه؟ طب انا جايه لك حالا. باي باي. ايمان مين وفي ايه؟ ايمان دي المدام اللي انا قاعده عندها، تعبت ودخلوها المستشفى. طب استني انا جايه معاكي. طب والنبي يا شيماء بسرعه. حاضر.